وزعت الجمعيات السورية للتنمية الاجتماعية مركز بيت الكل لباس العيد للأطفال المصابين بمرض سرطان، وذلك ضمن مبادرة بسمتكم بتفرحنا بالتعاون مع الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم. النشاط هو اليوم ترفيهي، هيك حبينا نزرع البسمة، نطلع شوي الأطفال من الضغوط التوتر اللي عم يعيشوه، عبارة عن رقصات ألعاب، في هلا عرض فيلم كرتوني صغير، هيك يوم مميز، يوم حلو بمناسبة العيد، وكثير نحن مبسوطين عن جد، وشغل مختلف عن جميع الشغل اللي اشتغلناه، يعني أنا أول مرة أعيش هاي التجربة، بس تجربة كثير حلوة. بمناسبة عيد الأضحى عملنا النشاط هذا بالمشاركة مع جمعية التنمية الاجتماعية مشان الأطفال، وفي عندنا كمان بالمركز، عندنا بمركز الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال، في عندنا توزيع بطاقات غذائية وتوزيع بيدون مي الساعة 17 لتر. اليوم نحن مبسوطين، إن شاء الله الفرح يضل بسوريا، نحن كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله سوريا تضل بخير، إن شاء الله أيامكم سعيدة على طول، إن شاء الله نفرح مع بعض. المبادرة تشمل توزيع لباس العيد لأكثر من 100 طفل ضمن حفل ترفيهي للأطفال، تضمن عروضا لأفلام كرتونية وبرنامج مسابقات بهدف إيجاد فسحة فرح للأطفال والتخفيف من آثار الحرب السلبية عليهم. أحمد الحمدوش، الأخبارية السورية، الحسكة.